ونشوف بقى ماذا يريد الرجل من المرأة. هو بيعوز منها الشيء وعكسه، وده عامل لخبطه جامده جدا. انا مش هعلق، هسيب حضرتك اللي تعلق. الشيء وعكسه ده يبقى ايه بقى؟ ماشي. يعني عايزها احيانا امراه فاضله جدا، عايزها قديسه، وساعات يعوزها مغويه، وساعات ده لغه عربيه فصحى يعني. طبعا يعني ايه مغويه؟ عكس فاضله. ايوه. ساعات عايزها سيده وهانم، وساعات تانية عايزها جاريه وخادمه مطيعه، احيانا عايزها خاضعه، واحيانا عايزها معترضه ومشاكسه. هو زي اي طفل، وحكايه طفل هو كده طبيعي؟ طبيعي. يعني دي شخصيه الراجل الحقيقيه؟ ده صحيح. طب يعني يا ست الصبح هتبقى حاجه وبالليل تبقى حاجه، ويعني تعمل ايه؟ عايزها ساعات تبقى ام، تطبطب عليه وتهدهده زي اي ام بتعمل مع طفلها. وعايزها ساعات تبقى ابنه تثير فيه مشاعر الابوه، وعايزها ساعات تبقى صديق تحاوره وتفكر معاه وتشيل همه، وعايزها ساعات ويقول لها بعض المصايب اللي بيعملها وتاخدها بروح رياضيه. ما تزعلش ابدا، كلمت فلانه عكست مش عارفه مين، عادي خليكي ديمقراطيه. لا دي من عندك انت، دي مش في النص، دي مش في النص. ايوه، ما بتدخلي حاجات في وسط الكلام. لا بما ان بقى عايز كل حاجه في وسط الكلام. لا دي مش عايزها. دي لما نيجي نتكلم بقى عن ماذا تريد المراه من الرجل، دي من الحاجات اللي بتجرحها جدا، انه يكلمها عن مغامراته او عن علاقاته او عن اي حاجه، او يقعد كل شويه شيلي صاحبتي يا فضفض معاكي، يقول لها كده شيلي صاحبتي يا فضفض، او لها تجاربه العاطفيه بتاعت زمان. لا، خطا شنيع من اي راجل يعمل. ودي بقى مش عايزين نقولها دلوقتي، هنقولها لما نيجي نتكلم. عايزها يشوف فيها كل الفتيات اللي عجبوه، وكل الستات اللي لقوه، وكل الفاضلات اللي بهروه، فعايز يشوف فيها كل نساء الدنيا. الحكايه دي الحقيقه انتبهت ليها شهرزاد في الف ليله وليله، لما كان شهريار بيجي له امراه كل يوم، وبعدين ياخذ ما يحتاجه منها ثم يقتلها. فجت شهرزاد واكتشفت هذا السر في الرجل. الرجل سريع الملل، ويعني إذا نظر للمرأة على أنها مجرد حاجة كده للاستمتاع الوقتي، تنتهي من حياته. إذا لم يجد فيها ما يجعله يعني عنده دافع قوي أن هو يحتفظ بها، ستنتهي سريعا من حياته. فعملت شهرزاد إيه؟ تعطيه ما يحتاج، لكن أضافت لده بعد التشويق، أنه كل ليلة بتحكي له حكاية، وبعدين توصل للحبكة الدرامية بتاعتها، تتعلل بالنوم وتتحجج بطلوع الصباح، وتوعده انه تاني يوم في حاجه كفايه. فقاعد مستني كل يوم هيبقى في حاجه جديده. هي عقليه الطفل الكبير، وحكايه الطفل الكبير دي في سيكولوجيه الرجل، يعني الرجل في سيكولوجيه شويه حاجات كده الست محتاجه تفهمها، انه الرجل ده اول من رعاه امراه. شوفي شالته قد ايه، وحمته قد ايه، ورضعته قد ايه، وعملته، فهو يتوق لهذه الرعاية الأنثوية، ولا يعني يشبع إلا من هذه الرعاية الأنثوية. الست الذكية بتعمل إيه؟ بتعطيه هذه الرعاية على إنه كأنه طفل، بس من غير ما تقول له إنه طفل. أكبر خطأ إنها تصارحه بده، ولما تصارحه بده كأنها بتكشف عورته، فيغضب جدا. لا أنا مش طفل، ده انا مال والعين والقلب والمش عارف ايه، سيد الرجاله، ده انا سيد الرجاله. لا، هو فعلا يحتاج لهذه الرعايه، لانه عنده تاريخ قديم من الرعايه الاموميه الانثوي. طيب، عايزها تقدره وتعجب بيه وتحترمه، وملكاته انجازاته نجاحاته والحاجات دي كلها تبقى شايفاه، وتبقى شايفه ان هو احسن راجل في الدنيا، حتى لو كان راجل بسيط او غلبان او تبقى شايفاه احسن، يبقى في عينيها كده، يبقى شايف ده، وتعبر عن ده نفس الفكره برضو لما كانت ماما زمان بتقول له شاطر هايل
برافو حماده حلو شاطر عملت ده انت اللي عامله لوحدك يا سلام. فهو عايز برضو نفس الايه نفس الزوجه تستمر الزوجه. في قصه في الاثر مهمه جدا بتوصل للمراه تركيبه الرجل واحتياجه ليها. سيدنا ادم لما كان في الجنه بيتنعم بكل حاجه فيها زي ما ورد في الروايه انه استوحش حس بالملل حس بالوحده. تخيلي بقى حد في الجنه فيها كل وسائل التنعم يستوحش يشعر بالملل. يقوم ربنا يعمل له ايه؟ ما يزودلوش بقى في نعيم الجنه ولا اي حاجه خالص. يخلق له حواء. ده معناه ايه؟ في معنى مهم جدا انه المراه هي اكبر مصدر للسعاده للرجل. وفي نفس الوقت هي اكبر مصدر للتعاسه للرجل في حاله انها يعني لم تتوافق معه ومع احتياجاته. والعكس صحيح، الرجل هو اكبر مصدر للسعاده للمراه، نفس الحكايه. وهو برضو اكبر مصدر للشقاء لها. طيب بس حتى بالقوانين الاقتصاديه في قانون اسمه تناقص المنفعه الحديه، يعني حاجه موجوده بتاكل منها كل يوم فخلاص. فانت خلاص اتجوزتها وقصه ولهيب الحب زي ما حضرتك كنا بنشرح في الحلقات الاولى بتاعتنا خلاص انطفأ. وستت ملكك وهترجع البيت تلاقيها ونفس الحياه ونفس كل حاجه. فالبعض بيقول ان الرجل بطبيعته بيمل من هذا. صحيح. طب ايه بقى؟ سريع المال زي اي طفل تجيبي له لعبه يفرح بيها جدا ويبقى مبهر ويقعد يعيط عشان تجي له اللعبه. جت اللعبه قعد لعب بيها شويه وبعدين الاخ كسرها. ايوه بس الحياه الاسريه مش لعبه، لان بقى في بقى جواز ومسؤوليات واطفال والتزامات، مش لعبه هي. ده الجزء الناضج في الرجل. لكن الجزء الطفل اللي فيه عايز اللعبه تتجدد. يبقى تجيب له مره عربيه، تجيب له مره حصان، تجيب له مره مش عارف ايه. وهو ده بقى ايه ذكاء المراه او الزوجه، انها تتلمس عندها حساسات كده للاحتياجات المتغيره والمتجدده. وبرضو انا عارف ان في ناس هتبقى متغاظه جدا مننا ونفسها تعمل فيها اي حاجه دلوقتي. طب هو اشمعنى هو يعني وعلى راسه ريشه يعني وليه يعني علشان ايه لا هنقول ده برضو لما نيجي نتكلم عن المرأة. بس كان الوقت على الرجل. هنعمل حلقة مخصوص يا جماعة ماذا تريد المرأة، وأنا مش هسيب هذا الحق لأنه حق الكل، يعني مش لازم هو اللي يريد، هي كمان لازم لازم هي تريد كمان. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. فهي دي الحساسات، حساسات للاحتياجات، لأن الاحتياجات مختلفة من وقت للتاني. يعني يوم ما يحتاجها كأم تطبطب عليه وتاخده في حضنها وتطمنه، ما ينفعش تبقى حاجه تانية. ما ينفعش تبقى انثى ولا تبقى حتى زوج ولا تبقى صديق. لا عايزه ام ساعتها مستيقظه اللحظات دي. معناها هو محتاج ايه؟ هو محتاج ايه في الوقت ده بالذات؟ اوقات تانية يبقى عايزه انثى. طيب خلينا نتكلم بصراحه، شياكه واضحه، جمال، كل حاجه. بس نظريا فقد الشيء لا يعطي. يعني هي لو مش مرتاحة، لو مش حاسة بالحب، لو مش حاسة بالأمان، حتى لو اديته الفترة مش هتقدر تستمر حياتها كده. فهي المسألة تبادلية. تبادلية. لازم هو يعطي عشان ياخد. ولازم هي تعطي عشان تاخد. وهي دي بقى إيه العلاقة الجدلية ما بين الرجل والمرأة. ما فيش حد هيفضل يعطي على طول كده والتاني ما بيرعاش هذا العطاء على طول. يعني هي اللي يسموها إيه الغزو والخضوع المتبادل. يعني هو يغزو كيانها فتخضع، وفي نفس الوقت هي تغزوه فيخضع. فهذا الغزو والخضوع المتبادل من غير ما حد يعاير التاني او حد يستعلي على التاني او حد يستبد بالتاني. اول ما يظهر بقى حاله الاستعلاء والاستبداد تضطرب العلاقه. حاجه مهمه تانيه بقى في الرجل اللي محتاجه المراه تقدرها. الرجل عنده عقده اسمها عقده التفوق الذكوري، ودي عقدة تاريخية من سنين طويلة. يعني عارفة العقدة اللي تبقى من جيل ولا من جيلين يبقى مقدور عليها شوية. دي عقدة من قديم الأزل. في الأول في التاريخ القديم كانت الآلهة تأخذ الشكل الأنثوي، التماثيل الآلهة تأخذ شكل الأنثوي. في علم الأنثروبولوجي لما درسوا الحكاية. أيوة صح. وبعدين لأنه كانوا بيعتقدوا أن المرأة هي الإلهة، لان هي اللي بتلد فبتمنح الـ الاجيال وتخلق الانسان في نظرهم يعني. بعد كده اكتشف الرجل ان المراه لا تلد الا في وجوده. فهو الاساس. فبدا يشعر انه هو والمراه شريكان. فبدات الالهه تبقى نفس الايه في تماثل في حجم
وطول الآلهة. وبعدين بدأ الرجل بقى في مراحل التاريخ المختلفة يكتشف أنه هو الأقوى عضليا والأقدر على الحروب والقتال والأقدر على مواجهة الوحوش والحيوانات المفترسة والحاجات دي كلها، وأنه يدير أشياء كتير في الحياة. فبدأ هنا يشعر بأنه متميز، فبدأت الآلهة الذكور تعلو على الآلهة الإناث. ومن من 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 أول هذه المرحلة بدأ حالة من الإحساس بالتميز الذكوري. مش بس كده، وصلت لحالة من الاستعلاء الذكوري، أنه يستعلي على المرأة وأن يعتبرها مخلوق ثانوي أو مخلوق مساعد أو مخلوق تابع. وفضل ده في مراحل مختلفة من التاريخ. فالمرأة انتفضت وغضبت ويعني حست بالإهانة الشديدة في العصور الأخيرة، فبدأت حركات التحرر علشان ترجع تاخد حقها تاني. ومن هنا بدأت علاقة ندية ما بين الرجل والمرأة، وهي علاقة عبثية جدا، ان هما الاتنين بيتخانقوا على حاجة المفروض ما تحصلش، انه انا ولا انت، دي العلاقة الندية. حرمتهم هما الاتنين من العلاقة التراحمية، من العلاقة التكاملية، من العلاقة التكافلية، من العلاقة الودية، من الحاجات دي كلها، وبقوا ايه؟ انا وانتي. فلما بدأت انا وانتي دي يعني اجهضت كتير من العلاقات وافسدت كتير من البيوت. التصارع يعني الصراع اللي داخل فالمرأة الذكية بتدي للرجل احساسه بالتميز الذكوري من غير ما تنزعه في قوامته او في قيادته. في اغنيه حلوه قوي سميره سعيد، سلمت بانك اقوى وانا اضعف منك، ايوه لكن انا كل ما بضعف قدامك ببقى الاقوى. الله، هي دي. يعني معنى الغزو والخضوع والتبادلي. هي دي، يعني انت قويه كده بانك انت ضعيفه وان هو اللي قوي. عارفه بقى بيقولوا حاجه مهمه قوي بقى في سيكولوجيه الرجل والمراه، يقولوا ايه؟ المراه هي صاحبه الاراده المحركه، والرجل هو صاحب الاراده المنفذه. في كتير من البيوت ده فين ده؟ ده كتير من البيوت كده. ده احسن رجل ديمقراطي بتلاقيه ديمقراطيه سوريه، يعني تلاقيه قاعد مع مراته، ايه رايك نعمل ايه؟ فتقول له نعمل، يروح يعمل اللي هو عايزه. انا خدت رايك. طب انت خدت راي تعمل بيه ايه؟ يعني مش فاهمه يعني بيقول لك التخير ولا خد كتير يعني. الست هي اللي بتخطط وهي اللي بترتب وهي اللي بتدبر وهو بينفذ او بيحرك. بس هي شطاره الست في ده ايه؟ ما تحسسوش بده، لو حس بده بينطفت زي الطفل برضو. لا مينفعش، انا راجل البيت. لكن حتى انت عارفه في الريف وفي الصعيد تلاقي الست هي اللي قاعده بتخطط وتعمل وترتب، وهو يطلع كده يبرم شنباته كده قدام الناس ويقول بقى انا هعمل واسوي مش عارف ايه، وهو واخد الخطه من جوه وهي في الظل، وما بتحسسوش ان هي اللي عملت ده رغم انها في الظل. لكن اطلع انت بقى يا سيد الرجاله قول، بس الست في الاخر هي او في الاول هي. حتى انت عارفه في علاقه الحب، انت عارفه في علاقه الحب مين اللي بيبدا يدي الضوء الاخضر؟ المراه. ومين اللي بيبدا يحرك العلاقه في الاتجاه ده؟ المراه. هو ياخد الضوء الاخضر ويتحرك بناء على تلميحاتها واشاراتها وكل اللي هي بتعمله، ويبدو في الظاهر ان هو اللي بدا، لكن الحقيقه في اغلب العلاقات العاطفيه المراه هي صاحبه البدايه، وهي اللي عملت الشراره بطريقه ما. بس يعني ده ما حدش يزعل منه. لو عايز تعترضي اعترضي بقى. لا يعني اصل في حد يقول لك اصل وقع ومش عارفه ايه، جابت رجله ولا وقعت حاجه كده. تعبير غريب جدا يعني. انا مش فاهمه. مش فاهمه على المصطاد يعني. مش فاهمه، كلام غريب جدا. لكن انا عايزه ارجع لفكره ان الراجل بيبقى عايز في زوجته كل حاجه، فيقول لك انا بشتغل طول النهار او بشتغل طول الاسبوع، ما انا بقى مروح ما تقعديش بقى تديني التقارير بقى اولادك عملوا طول الاسبوع، انا كنت منهاره، الولاد ما كانوش بيذاكروا، انا مش عارفه اربيهم. الاحاديث دي الرجاله ما بيحبوش يسمعوا، يعني هو عايزينها تقلب ثانيه كده يعني. يبقى بتبقى متنرفزه ومتعصبه كده، مساء الخير والدنيا جميله وحاجه لطيفه. ما حدش يقدر يعمل ده بسهوله. ده بيرجع لصفه اساسيه ومتاصله في الراجل اسمها الطمع الذكوري. الرجل يريد اشياء كثيره جدا من المراه ومن الحياه عموما. ودي على فكره معموله يعني ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في كده، لانه هذه الخاصيه الطمع الذكوري هي بتساهم كتير في بناء الحضاره. هي اللي بتخلي الرجل يشتغل وينجز ويعمل، وعايز ينجح وعايز يعمل فلوس وعايز يعمل اطيان وعايز يجيب عربيات وعايز يجيب مش عارف ايه حاجات من دي، وعايز يقتني حاجات كتير. الطمع ده ما هو منهم من مناسبه الاقتناء، بالمناسبه الغير سعيده في الاقتناء. أيوة، ما هو عايز يقتني نساء كثيرات. هي يعني هي دي صفه التعدديه اللي فيه. صفه التعدديه اللي فيه. ودي برضو المراه تبقى واخده بالها منها،
وتساعده على انه يرشد هذه الصفة علشان ما تعملش حاجة تهد البيت وتهد الحياة، لأنها صفة فعلا متأصلة فيه ما حدش يقدر ينكرها، لا الرجال ولا الستات يقدروا ينكروا صفة التعددية اللي فيه. ودي حاجة مرتبطة بقى بالتركيب الفسيولوجي والهرمونات وتركيبة المخ وحاجات كتير، والدراسات اللي اتعملت يعني ده طبيعي مختلفة. ده طبيعي، الاستثناء هو الاستثناء والحاجة الغريبة لكن هو دي قاعدة. بس هما قالوا ايه بقى؟ قالوا ان في التاريخ الانساني العلاقة الأحادية اللي ما بين آدم وحواء، وفي التاريخ الانساني العلاقة المتعددة. بس في ناس بس قالوا الاصل قالوا كان ايه؟ العلاقة الأحادية يعني هي الاصل. وجات العلاقات المتعددة، بس في ناس يقول لك ايه في برضه في دراسات الانسانيه يقول لك ما هو اصل هو كان ادم ما كانش شايف غير حواء، هو ما كانش يعني كان في حد غير حواء ما نعرفش كان ايه اللي هيحصل. لكن هي صفه التعدديه قائمه بكل الدراسات والابحاث والحاجات دي كلها انها في الرجل، لكن هيتعامل معاها ازاي يتوقف بقى على درجه نضجه وعلى ما تفعله المراه. يعني المراه الذكيه تستطيع ان تتعدد له فتغنيه عن بقية النساء، ودي اللي احنا قاعدين نقول عايز الحاجة وعكسها، وعايزها مش عارف هانم ساعات، وعايزها جارية ساعات، عايزها توافقوا ساعات وتشاكسوا ساعات. لانه في ستات، بعض الستات بتعمل ايه؟ تقوم واخدة نمط احادي. تقول لك ايه؟ انا لازم يعني اطيع زوجي على طول، وتفهم ان الطاعة هي الاستسلام التام لكل اوامره ولكل نواهيه. ده غلط، نمط واحد للعلاقة، نمط واحد يزهق فيقوم يدور على واحده تشاكسه. لا يعني لا الخط ده ولا الخط ده، لا تعكسي طول الوقت ولا توافقي طول الوقت. بالظبط هو كده. الشيء وعكسه. طيب نسمع استاذه احلام. مساء الخير يا استاذه احلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. بصي حضرتك انا عندي مشكله صغيره بس حضرتك عايزاها بس على الشاشه كده. اتفضلي. اهلا بيك حضرتك. انا واخده شقه بوضع يبس المثلث. صاحبه الشقه طردتنا من الشقه، وفي شقه فاضيه عادله فيها يعني. اصبح دلوقتي متهددين وكده. طب انا ممكن ترجعي زملائي عشان دي وقت الفقره الاجتماعيه، هنسمع من حضرتك ونحاول لو نقدر نعمل حاجه تاكدي. والله بنحاول طول الوقت. طيب دكتور، مساله ما هي اصلها مش ضراير، وانا اسفه يعني لو في ست راقيه وهانم ومحترمه هتعمل دور ال عارفه ليه؟ برضو مما يريد الرجل من المراه حاجه بتسحر الرجل، وكثير من النساء يعني بيأنفوا ان هم يعملوها. الخضوع الانثوي مهما كانت مكانه المراه يريدها الرجل ان تبدي هذا الخضوع الانثوي، سحر غير عادي للرجل ان يرى هذا الخضوع الانثوي. ولما شاديه لما كانت مع صلاح الفخار كانت هي المدير، بس كانت بترجع البيت غلبانه الخضوع الانثوي. شاديه في مراتي مدير عام، صحيح، غلبانه كده ومكسره وطيبه ومش عارف ايه وكلام من ده، وهي في الشغل اسد يعني. وهي اسد في الشغل. هو دي الخضوع الانثوي، ودي الرجل النبيل لما بيرى هذا الخضوع الانثوي يبادله بعطاء غير عادي. النبيل. انا عجبني ان حضرتك قلت الصفه. ايوه بالظبط كده، بالظبط، رجل السوي والنبيل. ان انت اكرمت اللئيمه تمرد. ما هو في ناس ثانيه لما تعمل لها الخير مش عايزه الرجاله يزعلوا، يعني انا ما بنطقش احكام عامه. أيوة. بس في ناس الست تلاقي قصص اجتماعيه كتيره بتيجي لحضرتك تقول لك انا عملت كل حاجه وضحيت بكل حاجه، وكان بيتي وولادي هم الاساس، وكنت باجي على نفسي، كنت بفكر في اللي هم عايزينه مش اللي انا عايزاه، ومع ذلك كل ده ضاع هباء. ما هو برضو ايه، شوف الحاجات اللي انت قاعده بتقوليها كلها برضو في اتجاه احادي. وهي دي الغلطه بتغلطوها ستات كتير. انها ماشيه في اتجاه واحد، اتجاه ايه؟ العطاء المستنزف للطاقه، والطاعه العمياء المستمره بشكل احادي، هو ده بس. فهو بيعمل ايه؟ بيزهق من ده، برضو عايز زي ما قلنا كده، عايز واحده تشاكسه، عايز واحده تعاكسه، عايز واحده تناغشه، عايز واحده تعترض ساعات، ترفض ساعات، تتمرد ساعات، فيرى تنوع يعني هذا الطيف. يرى هذا الطيف. لكن اللي قالت دي ما هي بتيجي وتعيط لنا في العياده، وبنقول لها في الاخر انت عملتي حاجه من غير ما تقصدي، خليتيه مل منك، انت بقيتي حاجه واحده، انت كنتي زوجه ام، انت قاعده طول الوقت بترتبي له سريره، بتكوي له هدومه، بتهيئي له كل حاجه، بتربي العيال، مش عارف ايه، لكن كنتي زوجه ام. ما شافش فيكي
الزوجة الأنثى، ولا شاف فيكي الزوجة الصديقة، ولا شاف فيكي الزوجة الابنة، ولا شاف فيكي الهانم ساعات والجارية ساعات ومش عارف ايه ساعات والحاجات اللي احنا قاعدين نقولها اللخبطة دي الحاجات وعكسها، ما شافش هذا التلون وهذا التنوع. فعمل ايه؟ راح يدور على التنوع، يعدد في 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 الشخصيات بقى، وخاصة انه زي ما قلنا الراجل طماع وعينه زايغة. عينه زايغة دي على فكرة او عينه فارغة زي ما استاذ بيقولوا عليه، دي حاجة متأثرة في التركيبة النفسية. عينه معناها ايه؟ انه انا ما قلتش حاجة. ما قلتش حاجة طبعا. انا ما قلتش اي حاجة. دكتور محمد المهدي هو اللي بيقول كل حاجة. اتفضل. لان ليه بقى؟ الـ الرجل يحب بعينه. الحكاية دي بتعمل مشاكل كتير قوي. بتخليه يبقى سريع الانبهار بما يرى. وساعات كتير ما يلحقش يفكر او ما ياخدش فرصة يفكر طب اللي ورا الشكل ايه؟ الجوهر ايه؟ الاخلاق ايه؟ الروح ايه؟ الحاجات دي كلها. فتبهروا اشكال والاشكال تتعدد. فيقول لك ده نزوات. دي مجرد ودي نزوات ودي في حياتي، لكن انت الاصل حبيبتي. بالظبط كده. ايوه بس الاصل حبيبتي دي، حبيبتي دي مش ملاك على فكره، دي بني ادمه يعني. بس ساعات يبقى صادق فيها. يعني ايه؟ على الرغم من تعدديه الرجل الا انه بيبقى فيه امراه هي العلاقه الاصل في حياته، وتلاقيه مثلا ايه يعني كتير هتشوفي ده في الحياه. ممكن يعرف ستات كتير لكن يرجع في الاخر عليها هي المدار بتاعه.